كتير من الناس ما يعرفوش العلامة اللي عليها دايرة معناها ايه. دي علامة السجدة، وكتير برضك عارفينها لكن ما يعرفوش المفروض ما يشوفوها يقولوا ايه. اول ما نشوف علامة السجدة نسجد ونقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. نشترك في القناة.